قالوا بخمس طور فإذا هم من الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم افتقدنا أعز صديق لنا اللي هو السي جلال الجزائر، ضابط لي وفاته المنية في القطار اللي كان متجه القنيطرة، وهو الجار ديالي والصديق ديالي مدة 20 عام. والابتسامة ما تسقطش من وجهو، واخا نشد الشهادة اللي نقول في حقه، والله عمرها دار كلشي تيبغيه، ما تسمعش منه كلمة العيب، أخلاق والحمد لله على كل حال، وإنا لله وإنا إلى راجعون، التعازي ديال الناس الأسرى كلهم ديال حديثة القطار، والحمد لله على كل حال، بإذن الله ما عطاو إلا ما أخذ.